السلام عليكم طلاب تالتة اعدادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وبافضل حال. النهارده هنبتدي نشرح الدرس الثالث معانا في الجبر وحساب المثلثات للطلاب تالتة اعدادي. واللي ما يعرفنيش او هيتفرج عليا لاول مرة، انا احمد رأفت فعواد، مدرس رياضيات ومهندس في هندسة الطيران في رابعة هندسة الطيران ومدرس رياضة للتالتة اعدادي. هنبتدي نشرح النهارده الدرس الثالث. لو ما شفتش الدرسين اللي قبل كده فهنشرح الدرسين اللي قبل كده، اللي هما بتاع الدرس الاول حصل ضرب الديكارتي، والدرس الثاني العلاقه والداله، والنهارده هنشرح الدرس الثالث. فيلا بينا نبدا. اول حاجه نبتدي نعرف اسم الدرس، وهو التعبير الرمزي عن الداله ودوال كثيره الحدود. تمام كده، اول حاجه نبتدي نعرف التعبير الرمزي عن الداله. خلينا بس نسيب دوال كثيره الحدود دلوقتي. هنبتدي نعرف التعبير الرمزي عن الداله. لو باختصار كده التعبير الرمزي عن الداله، لو مثلا عندي مديني الرمز ده وبيقول لي من سين الى صاد، معناها ايه؟ مبدئيا البتاع ده بيتنطق داله من داله دال من سين الى صاد. تمام كده، ده القرايه بتاعتها، تقرا داله دال من داله من سين الى صاد. طيب لو مديني مكان الدال ده، مديني مكانها مثلا ر، هتبقى برضو داله اسمها ر، ر داله من سين الى صاد، تقرا ر بدل دال هتبقى ر، تقرا ر داله من سين الى صاد. طب لو هو مدولي عين برضو هتقرا داله داله، تقرا عين داله من سين الى صاد، وهكذا. ده بالنسبه للتعبير الرمزي. طيب نيجي حاجه ثانيه بعد كده، سين دي هيبقى اسمها عناصر، سين هيبقى اسمها مجال الداله، احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. طيب صاد هيبقى اسمها عناصر المجال المقابل للداله، ودي برضو اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. عناصر صاد بيظهر منها حاجات اسمها مدى الداله، واللي هو الاسهم اللي بتبقى رايحه من سين الى صاد. الاسهم دي اللي بتوصل عند صاد دي اسمها مدى الداله، وهي مجموعه جزئيه من المجال ده. تمام، نخش بقى على المثال معانا عشان الدنيا توضح معايا. اول مثال معانا هو اذا كانت سين بتساوي سالب واحد وصفر واحد، وصاد بتساوي المجموعة صفر وسالب واحد وسالب اتنين، وكانت الدالة دال من سين، وكانت الدالة دال دالة من سين إلى صاد، حيث الدالة سين بتساوي سين تربيع ناقص واحد. أنا كل اللي يهمني هنا إيه؟ نيجي بعد كده الأول نشوف هو عايز إيه؟ يقول لي أوليت رقم واحد، بيان الدالة، بيان الدالة دال، ومثله بمخطط سهمي، واكتب المدى، واكتب مداها. تمام؟ نيجي لأول حاجة إحنا بنحلها، أول حاجة بنبص عليها هي الشرط اللي هم مديهولي، حيث دال داله. نبتدي نبص من اول هنا، دال داله داله س بتساوي س تربيع ناقص واحد. نبتدي نحل على اساس ده. هو مدي لي اول حاجه ايه؟ هو عايز بيان الداله. هنبتدي نطلع له بيان الداله اللي هو الازواج المرتبه اللي احنا بنحطها جوه اقواس المجموعه كلها في الاخر. مبدئيا هو مديني الشرط ده، داله س بتساوي س تربيع ناقص واحد، داله س اهي داله س، هنبتدي نعوض عن كل رقم في س اللي هو سالب واحد والصفر وواحد بالسين تربيع. طيب الدالة سالب واحد، لما نيجي نعوض عن السالب واحد بتساوي سين تربيع، اللي هو الشرط اللي هو مديهولي، سين تربيع ناقص واحد، سين تربيع ناقص واحد، نعوض عن السالب واحد في السين تربيع، سالب واحد تربيع ناقص واحد هتساوي سالب واحد تربيع بواحد ناقص الواحد، يبقى واحد ناقص واحد هتساوي صفر، يبقى السالب واحد هتديني صفر من خلال الدالة اللي هو منتهي، مش هطلعها من أي حاجة، من خلال الدالة اللي هو منتهي. نيجي نطبق نفس النظام على الصفر، صفر تربيع بصفر ناقص واحد يبقى ناقص واحد، يبقى صفر وناقص واحد. نيجي بعد كده لواحد اللي هو من دول، واحد واحد تربيع ناقص واحد يبقى واحد ناقص واحد اللي هو صفر، يبقى واحد ناقص واحد اللي هو صفر، واحد تربيع ناقص واحد اللي هو صفر، يبقى واحد بتديني صفر، وصفر بتديني سالب واحد، وسالب واحد بتديني صفر. يبقى كده ايه هي بيان الداله؟ الازواج المرتبه اللي احنا جبناها دي، اللي هو سالب واحد والصفر وسالب واحد والواحد والصفر، اهو سالب واحد وصفر وصفر وسالب واحد وواحد وصفر. تمام كده، ده كده بيان الداله، ده اول مطلوب هو طالبه مني. طيب انا عايز اجيب المدى، المدى اللي هو ايه؟ المدى اللي هو العناصر الثانيه اللي ظهرت معايا، اللي هو الصفر اهو والسالب واحد والصفر. طالما الصفر متكرر مرتين مش هنكتبه مرتين، هنكتبه هي مره واحده. يبقى كده احنا معايا صفر وسالب واحد، يبقى ايه هو المدى؟ المدى بيساوي الصفر وسالب واحد اللي هو كان عايزه. طيب كان عايز حاجه ثالثه اللي هو المخطط، ومثله بمخطط سهمي. اتفقنا المره اللي فاتت في المخطط السهمي ان احنا بنعمل اعمده، بنكتب فيها عناصر المجموعه س اللي هو سالب واحد وصفر واحد، وبنكتب في عناصر المجموعه ص اللي هو صفر وسالب واحد وسالب اثنين، وبنوصل على حسب المدى. سالب واحد، السالب واحد راح لفين؟ راح للصفر، سالب واحد وصفر، يبقى السالب واحد يطلع منها سهم رايح لصفر. طيب الصفر، السالب طلع منه سهم رايح للسالب واحد، يبقى الصفر طلع منه سهم رايح لصاد في السالب واحد.
طيب الواحد طلع من المساهمة رايح للصفر، يبقى الواحد طلع من المساهمة رايح للصفر، وده المخطط السهم. تمام كده، ده بالنسبة لأول مثال معانا، يا رب تكونوا فهمتوه واستوعبتوه كويس وعرفتوا ازاي نعبر، ازاي نقرأ التعبير الرمزي ده دل تقرأ ر دل من س إلى ص. طب لو دال هتقرأ دل دال من س إلى ص، وعرفنا مع عناصر س اللي هي العناصر دي اسمها مجال الدالة، وعناصر ص دي اسمها المجال المقابل للدالة. طيب المدى بنجيبه ازاي؟ قلت لك المدى، المدى بيبقى مجموعة جزئية من ص اللي هو صفر وسالب واحد، الصفر وسالب واحد دول اه فعلا موجودين في قمة ص، يبقى المدى بنجيبه من مجال المقابل، بنجيبه من خلال العلاقة اللي هو من تهالي علاقة الدالة اللي هو دالة س بتساوي س تربيع ناقص واحد، بتتقري كده وبنجيب منها بيان الدالة بالطريقة دي. تمام، نيجي بعد كده للمثال رقم 2 معانا. هنيجي بعد كده للمثال رقم 2 معانا، بيقول لي إذا كانت ط ط دالة إلى ط، حيث ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية، إحنا متفقين إن ط من أول درس إن ط دي رمز للأعداد الطبيعية، تمام كده؟ يبقى ط إلى ط حيث ط هي مجموعة الأعداد الطبيعية، وكانت، وكانت الدالة س بتساوي س زائد واحد، خلوني بس أحطها لكم ضوء أقواس كده عشان تعرفوها. يبقى ده الشرط اللي يهمني اللي هو على أول ما ابتدي دالة في س، يبقى ده الشرط اللي يهمني، وكانت الدالة س بتساوي س زائد واحد، فأوجد الدالة صفر واحد، الدالة واحد والدالة اتنين والدالة تلاتة والدالة أربعة، ثم ارسم جزءا من الشبكة التربيعية للفصل الديكارتي ط في ط، ومثل عليه خمس عناصر من هذه الدالة، وما هو المدى؟ وعايز برضه المدى، يبقى هو عايز نرسمها رسم ديكارتي اللي هو الرسم البياني، وعايز المدى، وعايز أوجد قيم الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة. طيب الدالة صفر، أول حاجة هنبتدي ناخد الصفر لوحده ونعوض عنه في س، دالة س وهنا الدالة صفر، يبقى الصفر، يبقى الس بتساوي الصفر في الحالة دي، يبقى هنعوض عن الس بصفر، يبقى الدالة س بتساوي لو نعوض عن الس بصفر يبقى صفر زائد واحد، صفر زائد واحد هيساوي واحد، يبقى صفر وواحد، ده أول زوج مرتب معايا طلع صفر وواحد. نيجي على تاني زوج مرتب معايا اللي هو مديهولي الواحد، لما نمسك الواحد ونعوض عنه في الس يبقى واحد زائد واحد هيساوي اتنين، يبقى واحد زائد واحد هيساوي اتنين، يبقى ده واحد واتنين. نيجي بعد كده التلات زوج مرتب معايا أو هو الاتنين، الاتنين هنيجي نعوض عنها آدي، الاتنين زائد واحد هيساوي تلاتة، نيجي عند التلاتة هنعوض عنها برضه في س، تلاتة زائد واحد هيساوي أربعة، يبقى تلاتة وأربعة، ده أول زوج مرتب معايا. نيجي لتالت حاجة دالة أربعة، هنعوض عن السين بأربعة، يبقى أربعة زائد واحد هتساوي خمسة، دي كده الأزواج المرتبة اللي معايا اللي هو ومثل عليها خمس عناصر، كده احنا جبنا له خمس عناصر، يبقى الأزواج المرتبة هي مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هما دول، اللي هي الأزواج المرتبة هتبقى هي دي صفر وواحد، واحد واثنين، واثنين وثلاثة، وثلاثة وأربعة، وأربعة وخمسة، تبقى الزوج مرتب اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس أزواج مرتبة. دي بقى هي هي خمس عناصر من عناصر الدالة، دول خمس عناصر من عناصر الدالة، لأن عناصر الدالة كتير، لأن هو قال لي مجموعة الأعداد الطبيعية، والأعداد الطبيعية إحنا عارفين هي كل العناصر ما عدا العناصر السالبة، وهنا ما عدا العناصر السالبة والصفر، فدي أعداد لا تنتهي، فإحنا دلوقتي مش هنكتب كل الأعداد طبعًا، إحنا بس كتبنا خمس أزواج اللي هو مديهم لي، إحنا كتبناهم وطلعناهم. طيب دلوقتي هو عايز المدى، مدى الدالة دي ايه؟ المدى احنا قلنا هو بيبقى العناصر التانية دي اللي هو واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، دي عناصر الدالة. طيب هنا هو أعداد طبيعية، يبقى المدى كل الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، لأن الصفر لو عوضنا عنه الصفر زائد واحد هيطلع بواحد ومش هينفع، فعشان كده المدى يبقى مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، طالما في الأعداد مديني، هو مديني في رأس السؤال ط إلى ط، حيث ط مجموعة أعداد طبيعية، يبقى هو هنا حدد لي المدى بيبقى من الأعداد الطبيعية، يبقى المدى هنا إيه؟ المدى هو مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، يبقى أنا ممكن أكتب المدى كده م، المدى هيساوي مجموع الأعداد الطبيعية، ممكن مثلا أكتبها كده المدى هو ط مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، ما عدا بنكتبها اللي هو رمز السالب، يبقى المدى هو مجموعة الأعداد الطبيعية ما عدا الصفر، كده جبنا له البياني اللي هو ده اللي هو بيان الدالة، وجبنا له
المدى، هو عايز حاجة تانية اللي هو ممثلة على شبكة تربيعية. الشبكة التربيعية اللي حصل ضرب الديكارتي اللي هي باختصار الرسم الباين، الرسم الديكارتي هو الرسم الباين. تمام، هنيجي نكتب الأزواج اللي هو مديها لي، هو صفر صفر اهو، واحد اتنين وتلاتة وأربعة، صفر وواحد اتنين وتلاتة وأربعة. ونيجي الناحية التانية هنكتب المدى اللي احنا مطلعينه اللي هو واحد اتنين وتلاتة وأربعة خمسة، ادي واحد اتنين وتلاتة وأربعة خمسة. زي ما اتفقنا بنعمل خطوط افقية كده قصاد كل عنصر، وخطوط رأسية قصاد كل عنصر برضه من تحت، ونشوف نقطة التقاطع. ادي صفر واحد، ادي صفر سينات واحد، يبقى هنا في نقطة. وبعد كده في واحد اتنين، ادي واحد اهو وفي اتنين، يبقى دي نقطة. وفي هنا اتنين وتلاتة، ادي اتنين سينات وتلاتة قصادات، يبقى نقطة. تلاتة واربعة، ادي تلاتة واربعة، وادي اربعة وخمسة، ادي اربعة وخمسة، يبقى في نقطة هنا، نقطة هنا، ونقطة هنا، ونقطة هنا، ونقطة هنا. يبقى ده اسمه كده المخطط البياني، أو اسمه المخطط الديكارتي. الديكارتي، تمام؟ يبقى كده احنا جبنا له المدى والأزواج المرتبة اللي هو البيان الدالة، وعملنا له المخطط البياني اللي هو كان طلب. هنيجي بعد كده التالت حاجه مع تاني حاجه معانا. احنا دلوقتي خلصنا التعبير الرمزي من الداله، هنيجي بعد كده لحاجه اسمها الدوال كثيره الحدود. ايه هي دوال كثيره الحدود؟ داله كثيره الحدود، لما يجي يقول لك ده دي داله مثلا، يديك مثلا حاجه زي كده يقول لك دي داله كثيره الحدود. اعرف ازاي هي كثيره الحدود؟ مبدئيا داله كثيره الحدود هي قاعدتها حد او مقدار جبري ويتوفر فيه شرطين. يبقى المقدار اللي هنا بيبقى مقدار جبري، جبري يعني يا ارقام يا في سين او كده، بس ما فيهوش جذر او ما فيهوش اسم على عدد. تمام، يبقى هو حد جبري. تمام، يبقى هو مقدار او حد جبري وليه شرطين. الشرط الاول ان المجال والمجال المقابل ينتموا لمجموعه الاعداد الحقيقيه، ينتموا لحا. يعني ايه؟ يعني الداله س اللي هي يعتبر اسمها ص، و2 س زائد 1، الاثنين دول بينتموا لمجموعه الاعداد الحقيقيه. لو نعوض عن قيمه س باي رقم لازم تبقى س دي عدد حقيقي، تبقى موجب، تبقى اكبر من الصفر، وهكذا. تمام، ده كده اول شرط. ثاني شرط معانا هو ان اس المتغير بيكون عدد طبيعي، يعني ما يبقاش لا صفر ولا يبقى فيه سوالب، لا سالب 1 ولا سالب 2 ولا الكلام ده كله. يبقى مش صفر ومش واحد، اللي هو الاس، الاس ده مثلا س تربيع س اس 2، الاثنين دي ما هيش صفر ولا هي سالب، يبقى كده تنتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه اللي هي مجموعه الاعداد الطبيعيه اللي هي طا. يبقى كده تحقق في الشرطين، يبقى س تربيع سالب 2 زائد 1، مجال والمجال المقابل بينتموا لحا، المجال والمجال المقابل بينتموا لحا، والاس طبيعي عدد طبيعي، يبقى كده دي ايه؟ يبقى كده دي داله كثيره حدود. طيب امتى ما ينفعش اقول على داله مثلا زي دي داله مش كثيره حدود؟ دي داله مش كثيره حدود ليه؟ هي داله س بتساوي س في س زائد 1 على س. ليه داله مش كثيره حدود؟ لان هنا 1 على س مقسوم على س. احنا ممكن لما نيجي نعوض عن س دي باي رقم، ممكن مثلا اعوض عنها بالصفر، فهيبقى 1 على 0، 1 على 0 ما ينفعش، هيديك عدد غير طبيعي. عشان كده دي داله لا تمثل داله كثيره حدود، دي لا تمثل داله كثيره حدود. طيب داله س بتساوي س تربيع زائد 1، دي تمثل داله كثيره حدود ولا لا؟ تمثل داله كثيره حدود، لان الاس هنا اس عدد طبيعي موجب ومش صفر، يبقى عدد طبيعي. وفي نفس الوقت لو عوضنا باي رقم هيطلع بينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه، يبقى كده هي داله تمثل داله كثيره حدود او تمثل داله كثيره حدود. طيب لو جينا نبص على الثانيه حاجه معانا، س تربيع سالب الجذر س زائد 1، دي داله كثيره حدود ولا مش داله كثيره حدود؟ دي داله غير كثيره حدود، ليست كثيره حدود. ليه داله مش كثيره حدود؟ لان الجذر س، الجذر س لو جينا عوضنا عنه، ممكن احنا اتفقنا ان احنا بنعوض عن الس دي باي رقم، لو جينا عوضنا عنها بسالب 1، الجذر السالب ملهوش قيمه، مش هيديك، مش هيطلع لك ناتج، هيديك حتى لو مسكت الحاسب وطلعته كده كتبت الجذر سالب 1 او سالب 2 او سالب 3، مش هيديك قيمه، لان مفيش حاجه، مفيش جذر، مفيش سالب يبقى تحت الجذر، الجذر لازم اللي تحت الجذر ده يبقى موجب. فعشان كده الداله غير كثيره حدود. طيب نيجي نخش على تاني مثال، الداله س بتساوي س في 2 على س زائد 1،
قلت لك دي برضه مش هينفع تبقى تدلك كأسيرة حدود. ليه مش هتنفع؟ لأن هنا العدد 2 مقسوم على سين، لو جينا عوضنا عن السين بصفر هتبقى 2 على صفر، برضه مش هيطلع لك قيمة، هيديك على الحاسبة كده ايرور اللي هو خطأ. فعشان كده دي برضه دالة غير كأسيرة حدود. يبقى امتى نعرف ان هي دالة كأسيرة حدود؟ لما يبقى المجال والمجال المقابل انت ملحق مجموعة الأعداد الحقيقية، والأس الأس بيبقى موجب، ما هوش صفر ولا هو سالب. نيجي بقى نخش على الأمثلة دي. الأمثلة دي نعرف هي الأمثلة دي مثلا دالة كأسيرة حدود ولا لا. أول حاجة الدالة س الأس بتاعها موجب أس واحد، وتنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، يبقى دي دالة كأسيرة حدود. ق القاف برضو قلت لك دي دالة، يسمها لك قاف، يسمها لك دال، يسمها لك ر، يسمها لك نون، اعرف ان دي كلها دوال. طالما محطوطة سين جو يو قوسين قدامها رقم عدد دال بقى قاف ر، يبقى اعرف ان دي دالة. تمام. نيجي بعد كده تاني حاجة معانا هو القاف. قاف في س بتساوي 8، اللي هو الدالة قاف بتساوي 8. ال 8 دي عدد؟ اه عدد، يبقى مجموع، يبقى تنتمي لها. طيب الأس بتاعها أس واحد، والواحد ده ما هوش سالب ولا هو صفر، يبقى برضه دي دالة كأسيرة حدود. نخش على تاني حاجة س تربيع سالب 2 س زائد 1. س تربيع الأس بتاعها موجب، والس الأس بتاعها موجب أكبر من الصفر وما هوش سالب، تنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، يبقى دي دالة كأسيرة حدود. نخش برضه على بعدها، واحد زائد الجذر 2 س زائد دي دالة كأسيرة حدود ولا لا؟ اه دالة كأسيرة حدود. طب ليه دالة كأسيرة حدود؟ انت المرة اللي فاتت قلت لي لما س يبقى تحتها تبقى تحت الجذر مهيش دالة كأسيرة حدود. طب هنا مين اللي قالك اصلا ان الجذر ده تحت الس؟ ده الجذر ده تحت الاتنين، بس جذر الاتنين مضروب في س، فدي دالة كأسيرة حدود. نيجي بعد كده للمثال رقم 4 معانا. تاني مثال على اثبت، بيقول لك اثبت حاجة. تمام. مبدئيا هو بيقول لك إذا كانت الدالة س بتساوي س تربيع سالب 2 س زائد 5، اثبت. اثبت بقى إيه؟ بيقول لك اثبت الدالة 2 الجذر 2 زائد 1 بتساوي 2 ضعف الدالة 1 سالب الجذر 2. تمام؟ تمام. إحنا هنبتدي نحل إزاي؟ مبدئيا هو مديك الدالة دي، دالة س تربيع سالب 2 س زائد 5، هو مديلك وفر أس سؤال. وعايز تثبت ان الزوج ده بيساوي ضعف الزوج ده. مبدئيا هنقوم جايين ماسكين الزوج اللي هو مديهولي الدالة 2 جذر 2 زائد 1، هنقوم ماسكينه اهو ونعوض عنه مكان قيم س، يبقى 2 جذر 2 زائد 1 الكل تربيع سالب 2 مضروبة في س اللي هو القوس ده زائد 5. اما اجي نعوض عن القوس ده بالآلة الحاسبة هيطلع معايا في 12. تمام. وهنكتب دي معادلة 1. نيجي نمسك الزوج التاني اللي هو مديهولي اللي هو 1 سالب جذر 2، هنعوض عنه برضه في الداله اللي هو مديها لي اللي هي س س تربيع سالب 2 زائد 5. هنيجي نمسكه ونعوض عنه 1 سالب جذر 2 كل تربيع سالب 2 مضروبه في س، سالب 2 مضروبه في س زائد 5. لما نيجي نعوض عنه بالاله الحاسبه هيطلع معايا 6. تمام. 6 اللي هو ده 1 سالب جذر 2. تمام. احنا دلوقتي لسه ما استخدمناش 2، هو عايز يثبت ان ال 12 بتساوي 6، يعني هو الزوج ده من الاخر بيساوي ضعف الزوج ده، او مديني 2 ده يبقى ضعف الداله دي بتساوي ضعف الداله دي. بعد كده هنقوم جايين نقلل وهنسمي دي معادله 2، هنقول له من 1 2 من المعادله 1 للمعادله 2، اذا الداله 2 جذر 2 زائد 1 اللي هي قيمتها 12 هتساوي الداله 1 سالب جذر 2 اللي هي قيمتها 6، وهنا 2 بره يبقى 2 في 6 اللي هو هتساوي 12، يبقى ال 12 هتساوي ال 12، يبقى الداله دي بتساوي الداله دي فعلا. يبقى كده الاثبات اللي هو عايزه. تمام كده. نيجي بعد كده للمثال اخر مثال معانا اللي هو مثال رقم 5، وهنلاقيه اسهل الامثله كمان. مثال رقم 5 بيقول لي ايه؟ إذا كانت الدالة س بتساوي 2 س زائد ب، والدالة ر بتساوي س تربيع زائد ب، وكانت الدالة 2 زائد الدالة سالب 4 بتساوي 30، هو عايز قيمة الدالة سالب 2 وسالب 4، احنا هنبتدي نحل له ازاي سالب 2 وسالب 4؟ دول الأول عشان نحلهم له لازم نطلع قيمة ب. هنطلع قيمة ب ازاي؟ من الشرط اللي هو مديهولي في الأول هنا اللي هو الدالة 2 زائد الدالة ر سالب 4 بتساوي 30. هنبتدي نحل. هنمسك أول حاجة هو مديها لي الدالة س بتساوي 2 س زائد ب اللي هو الدالة دي، هنبتدي نمسكها الأول أهي ونعوض عن الدالة 2 اللي هو ب 2، هنعوض عن س بكون 2 يبقى 2 في 2 زائد ال ب هتساوي 4 زائد ب، دي أول حاجة هو مديها لي. تمام كده.
هنيجي لتاني حاجة هم الدهني. هنيجي بعد كده هو دلوقتي احنا مسكنا اول حاجة هنعوض عن قيمة الدالة اتنين في اول معادلة وعن قيمة الدالة ر في تاني معادلة، تمام؟ كل واحدة في المعادلة بتاعتها. لما نيجي نعوض عن اتنين في الدالة في المعادلة بتاعتها اللي هي اتنين س زائد اربعة هتبقى اتنين في اتنين زائد ب، اتنين في اتنين زائد ب هتساوي اربعة زائد ب. لما نعوض عن سالب اربعة في الدالة بتاعتها اللي هي س تربيع زائد واحد يبقى اربعة تربيع ستاشر زائد ب، يبقى دي معادلة رقم اتنين، فدي معادلة رقم واحد ومعادلة رقم اتنين. وهم جايين ماسكين له وكانت الدالة اتنين دي هنعوض في المعادلة اللي هو مديها لي الدالة اتنين زائد اربعة بتساوي تلاتين، هنعوض عنها بالمعادلة اللي هو مديها لي. الدالة اتنين احنا جايبينها اهو من فوق، الدالة اتنين اربعة زائد ب، هنعوض عنها اربعة زائد ب زائد الدالة ر اللي هو سالب اربعة احنا جايبينها، الدالة ر سالب اربعة بتساوي ستاشر زائد ب هتساوي تلاتين، يبقى اربعة زائد ب زائد 16 زائد ب بتساوي 30 اللي هو 4 زائد 16 يبقى 20، ب وب 2 ب بتساوي 30 ومنها ال ب هتساوي 5. يبقى احنا كده جبنا قيمة ال ب اللي هي هتساوي 5. هنعوض عنها بقى هنا، هنعوض عنها هنا عشان نطلع قيمة الدالة سالب 2 سالب 4 اللي هو الطالب. هنعوض عنها ازاي؟ هنقوم جايين برضه ماسكين الدالة س بتساوي 2 س زائد ب، ده اللي هو مديها لي في الأول، 2 س زائد ب، الب هنا مديها لي بكام؟ بخمسة، يبقى 2 س زائد خمسة، تمام كده؟ وبعد كده الر س بتساوي س تربيع زائد الب، هنعوض عن قيمة الر، هنعوض عن قيمة الب برضه، يبقى س تربيع زائد الخمسة، تمام كده؟ دي أول حاجة، تاني حاجة هو طالبه. نيجي بعد كده الدالة س بتساوي 2 س زائد خمسة. هنعوض عن السالب 2 اللي هو مديهالي في المعادله بقى اللي احنا جبناها اللي هو 2 س زائد 5. لما بعوض عن السالب 2 سالب 2 2 سالب 4 زائد 5 هتساوي 1. لما نيجي نعوض عن ال 2 اللي هو مديهالي في المعادله الثانيه اللي هي معادله ال هتبقى 2 تربيع زائد 5 هتساوي 9. تساوي 9 يبقى كده الداله سالب 2 سالب 4 هتساوي اول حاجه الداله س اللي هو مديهالي اللي هي ب 2 اهي تساوي 1، نعوض عنها 1 سالب الداله ر اللي هو مديها لي طلعت معايا ب 9 يبقى 1 سالب 9 تساوي 8. وكده المثال الخامس اللي هو كان طالبه معانا، تمام كده؟ يبقى احنا كده شرحنا الدرس كله في خمس جزئيات بس، تمام كده؟ خلصنا الدرس كله في خمس امثله، حللنا حرفيا كل حاجه تخص الدرس، تمام كده؟ اللي ما يعرفنيش او هيتفرج علينا اول مره، انا احمد عاطف مهندس طيران ومدرس رياضيات، بشرح الرياضه لثالثه اعدادي، وده الفيديو الثالث ليا وده الدرس الثالث لينا، تمام كده؟ اي حد محتاج اي حاجه او محتاج اي جزئيه يكلمنا على الواتساب، رقم الواتساب 010-25-6-24-48، وبدي دروس الثالثه اعدادي، لو حد حابب يحجز الدرس معانا انا لسه قايل الرقم هسيبه لك برده هتلاقيه في الوصف تحت او في الكومنتات. وبس كده ربنا يوفقكم يا رب.